عندي شوربة الجزر بالفراخ، عندي صدور فراخ مسلوقة، يبقى عندي جزر وهدي لها بطاطساية زيادة عشان تعمل عملية ربط معاها، وصدور فراخ، بصل ودقيق وزبدة، مرق، كريمة لباني، ملح وفلفل، كرفس، زعتر، كزبرة خضراء. لو أنا عايز اديها شوية برتقان، عصير برتقان فريش على عيني، على عيني وما فيش مشكلة خالص. ولكن خلينا ماشيين واحدة واحدة كده ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة طبعا مع حضراتكم زي ما انتم شايفين، انا عايز الغي الدقيق منها واحط البطاطس، عايزها تبقى شفافة ما تبقاش دارك. معترضة ليه؟ لا انت اعترضتي ده دي. يبقى حضراتكم اللي انا الجديد النهارده اللي بقول عليه، بعملها النهارده ما بضربهاش في الخلاط عشان عايز اعملها بطريقه جديده. حطينا الزبده، الكرات، مكعب مرق، والبصل اهو، دول مع بعضيهم كده. ده الدقيق هنبعده شويه، وادي صدور الفراخ اهي، نصلي على الحبيب. برضو مكعبات صغيره دي الفراخ بتاعتي اهي، كل حاجه يبقى ليها طعم. الفراخ بتاعتي شمعت اهي، وده الجزر اهو بعد ما ضربته في الكبه. فرمته هنا في الخلاط، في نفس الخلاط بفرم فيه البطاطس بتاعتي عشان ما اديلهاش دقيق ويبقى فيها طعم حلو. حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي سيدنا محمد. كده ما بحتاجش ليها اي ماده نشويه، واخده كل حاجه حلوه اهي. وادي البطاطس. طيب كده هنا حضراتكم شغالين، قوم بقى هنا يا سيدي، ادي الهوت ووتر، مفيش هوت ووتر ولا ايه؟ هنسخن الميه معلش. نديها بقى الملح والفلفل بتاعها، ملح وفلفل. الميه بتاعتي بتغلي بس، اديها شويه صغيرين عشان ما تحرقش مني على ما بقيه الميه تسخن. كده الميه سخنت اهو، دي الشوربه بتاعتي. كل ما بتغلي كل ما بتديني شخصيه، يعني ايه، بتتخن معايا اهي. في الاخر هديها الكريمه اللباني والكزبره الخضراء، خليها تشتغل براحتها كده. ادي الكريمه اللباني مع الشوربه،